أسعد الله مساءكم بكل خير. نشرة السابع والنصف من قناة رؤيا وأبرز ما فيها. الأردن يؤكد أنه صاحب مصالح وطنية عليا في تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. محكمة أمن الدولة تصدر حكمها في قضية حماس الاثنين المقبل. الجيش التركي يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة لعصابة داعش الإرهابية شمال سوريا لأول مرة. القوات العراقية تتقدم في محافظة الأنبار ومقتل العشرات من داعش. وفي ملف الأسبوع ظاهرة التسول بين انتشارها الواسع وجهود مكافحتها. أكدت سفيرة المملكة لدى مجلس الأمن الدولي دينا قعوار أن الأردن صاحب مصالح وطنية عليا وحقيقية ومباشرة في تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أهمية بدء استئناف المفاوضات المباشرة والجادة والملتزمة والمحددة بسقف زمني يفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنجاز الحل الشامل ومعالجة القضايا الجوهرية كافة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها قعوار في جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. وأضافت مندوبة الأردن أن السلام ليس مجرد خيار يتم تكرار الدعوات إليه، بل هو السبيل الوحيد، لافتة إلى ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف مفاوضات جادة وشاملة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتذليل العقبات التي تقف حائلا أمام استئنافها، وتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وأكدت مندوبة الأردن لدى المنظمة الدولية على أن المملكة مستمرة في السعي من منطلق عضويتها في مجلس الأمن ورئاسة المجلس الوزاري للجامعة العربية وفي اللجنة الوزارية العربية المكلفة بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى الدولية بالعمل على إطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبالسعي للوصول إلى توافق دولي على توفير إطار مرجعي للمفاوضات عبر كل السبل الممكنة. من المقرر أن تصدر الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة يوم الاثنين المقبل قرارها فيما يعرف بقضية حماس، والتي يحاكم على خلفيتها 16 متهما موقوفا وفارا، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير والكاتب غسان أبو دعر. وكانت النيابة وجهت للمتهمين 16 أربع تهم نص عليها قانون منع الإرهاب، وهي تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى الالتحاق بجماعات مسلحة وتجنيد أشخاص للالتحاق بها. نظمت فعاليات شبابية وحزبية في محافظة الطفيلة اليوم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت شعار بأي حال عدت يا عيد. وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والفاسدين، كما نددوا بما وصفوه بآليات التعامل مع مطالب الحراك الشعبي وانتهاج القبضة الأمنية التي كبلت الحريات وأرهبت الأقلام وزجت المطالبين بالإصلاح في السجون على حد قولهم. قال عدد من المواطنين القاطنين في محافظة إربد، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود السورية ومنها لواء الرمثة، إنهم باتوا يشعرون بقلق وانزعاج مستمرين جراء الأصوات المدوية الناتجة عن سقوط القذائف والقنابل والبراميل المتفجرة على الجانب السوري من الحدود. وأضاف هؤلاء المواطنون أن أصوات الانفجارات وأضواءها يمكن رصدها في مدينة إربد وقرى لواء بني كنانة، وهم على هذه الحال منذ اندلاع الثورة السورية. هذا ويخشى المواطنون على حياة أبنائهم، لا سيما بعد استشهاد المواطن عبد المنعم الزعبي قبل نحو شهر جراء سقوط قذيفة مصدرها الأراضي السورية على سوق في مدينة الرمثة.
نحن سكان مدينة الرمثة احنا بنعاني من اصوات عالية شديدة الانفجار اللي بتأثر على من الجانب السوري، بتأثر على الرمثة، ومنعاني بشكل كبير كبير كثير، والاصوات بترعب الاولاد وبترعب الاطفال والشيوخ. اصوات مرعبة جدا، الوضع مخيف جدا، ما بننامش الليل، يعني حتى احنا بسكان السوق بنحس امرات انه الضرب عندنا. فوالله العظيم واخر مره صارت القذيفه عندنا ونصاب كمان واحد، احنا صرنا نخاف كثير. يعني الانفجارات يعني كانها بلب الدور عندنا، يعني بتهز الدور هز اشي مش طبيعي. يعني صار يعني صرت ادور على مغاره على غرفه تحت الارض عشان انام فيها. احنا بيجي علينا هنا قذائف، وصوت الانفجارات اللي بتصير فينا عندنا هون نسمع صوتها، بتكون مزعجة للأطفال وللكبار ومزعجة، وبتسقط قذائف عندنا هون بالمنطقة. طبعا في أماكن خالية من السكان وفي مناطق بتيجي فيها عند السكان. تجددت المعارك العنيفة اليوم في مدينة درعا جنوب سوريا بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة إثر هجوم شنه مقاتلو المعارضة وجبهة النصرة الإرهابية على أحياء تابعة للقوات الحكومية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الاشتباكات ما زالت متواصلة منذ أمس، فيما يقصف الطيران المروحي المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون وتمركزاتهم. في غضون ذلك أكد الجيش السوري مقتل وإصابة العديد من إرهابيي جبهة النصرة خلال سلسلة عمليات نفذتها وحدات من الجيش على مواقعهم في درعا وريفها. وكان الجيش السوري قتل أكثر من 40 مسلحا معارضا في مناطق متفرقة من ريف درعا، من بينهم صدام الجباوي متزعم ما تسمى كتيبة فرسان الجنوب، ومحمد عبد الرحيم الغانم متزعم ما تسمى كتيبة شهداء مزيريب. الجيش الأول رمي على عربة شيلكة، صاروا كتاب الله أكبر الأزمة. شنت مقاتلات الجيش التركي اليوم لأول مرة سلسلة غارات على مواقع تابعة لعصابة داعش الإرهابية شمال سوريا. هذا ونفى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو توغل القوات التركية البرية داخل الأراضي السورية لتدمير مواقع لداعش. يأتي ذلك فيما نفذت الشرطة التركية حملة أمنية موسعة استهدفت عناصر لداعش ولحزب العمال الكردستاني، وأسفرت عن اعتقال 279 مشتبها بهم على الأقل. المزيد حول هذا الملف في تقرير أمين سليم. اشتباكات متقطعة وقصف هو الأول من نوعه نفذه الجيش التركي ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا فجر اليوم، حيث أعلن مركز التنسيق التابع لرئاسة الوزراء التركية أن طائرات حربية تركية من طراز F-16 أطلقت 4 قذائف موجهة نحو مقرين ومكان تجمع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية. تأتي هذه الضربات ردا على مقتل ضابط وإصابة جنديين في اشتباك مع تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي التركية أمس، فيما أطلقت الشرطة التركية اليوم حملة لمكافحة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد، اعتقلت خلالها 279 شخصا ودهمت خلالها مقرا يشتبه بإيوائها عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وحزب العمال الكردستاني وتنظيمات يسارية متطرفة. ولا تزال الحملة جارية بمشاركة 5000 عنصر من الشرطة وبدعم من المروحيات في إسطنبول. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤولون أمريكيون كبار الخميس أن تركيا وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة إنجليك الجوية جنوبي البلاد في شن غارات على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مما سيعزز قدرات التحالف الدولي العسكري الذي تقوده واشنطن. وقال المسؤولون إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عقدا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية الأربعاء، وذلك بعد أشهر من الرجاءات والمفاوضات الحساسة التي ظلت الولايات المتحدة تجريها مع أنقرة بشأن استخدام قاعدة إنجليك والقواعد الأخرى في تركيا. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الخميس أن الولايات المتحدة وتركيا قررتا تعزيز تعاونهما في الحرب ضد تنظيم داعش. وأضاف البنتاغون في بيان أن تركيا شريك أساسي في تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، مضيفا أن إجراءات مهمة اتخذت لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يعبرون حدودها إلى سوريا والعراق للالتحاق بصفوف الجماعات الإسلامية المسلحة بحسب ما جاء في البيان. ولطالما قاومت الحكومة التركية اتفاقا كهذا،
بسبب اعتقادها أن حكومة أوباما تركز على قتال تنظيم داعش الإرهابي أكثر من التركيز على قتال نظام بشار الأسد، إلا أن سلسلة الهجمات الدامية التي شهدتها تركيا مؤخرا وظهور مؤشرات مقلقة من أن تنظيم داعش الإرهابي سيزيد من نشاطه داخل أراضيها دفع بمخاوف أنقرة إلى الواجهة. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن السماح باستخدام قاعدة إنجليك التي لا تبعد كثيرا عن معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا من شأنه أن يتيح للولايات المتحدة مجالا للتحرك بشكل أسرع لضربه، وبموجب الاتفاق فسيسمح للجيش الأمريكي بشن غارات من طائرات مأهولة وأخرى بدون طيار من قاعدة إنجليك، فيما لم يكن مسموحا في السابق إلا لطائرات بدون طيار بالقيام بتلك الهجمات. أمين سليم، رؤيا. قال فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة استخدام المرتزقة إن ما يصل إلى 20,000 مقاتل أجنبي من 80 دولة يقاتلون في سوريا والعراق ومناطق صراعات أخرى. وأضاف الفريق الأممي أن معظم هؤلاء يقاتلون بدوافع وأسباب أيديولوجية، كما يتلقى البعض منهم أموالا على خدماتهم. جابور رونا أحد أعضاء الفريق الذي يجتمع هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال إن هؤلاء الأفراد يذهبون للقتال في صراعات خارجية بسبب الجهل والفقر والسخط الاجتماعي، داعيا دول العالم لإزالة هذه الظروف التي تدفع الأشخاص إلى الانضمام لصفوف المجموعات الإرهابية والقتال معها. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن القوات الحكومية تتقدم نحو محافظة الأنبار من محور الثرثار، وأنها تمكنت من قتل عشرات المسلحين من عصابة داعش الإرهابية. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات العراقية تحرز تقدما في المعارك ضد عناصر العصابة، وإنها ستصبح خلال أيام عند حدود مدينة الرمادي. من جهة ثانية، أفادت مصادر عسكرية بأن 47 عنصرا من داعش قتلوا في قصف لطيران التحالف استهدفهم في محافظتي الأنبار ونينوى. في المقابل، قالت مواقع تابعة لعصابة داعش أن عناصر العصابة سيطروا على مواقع جديدة قرب الخالدية شرق الرمادي بعد هجوم أسفر عن مقتل 58 وإصابة العشرات من أفراد الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي. واصلت قطاعاتنا بمختلف صنوفها التقدم نحو أهدافها المرسومة لها، حيث شرعت بالتقدم على محور الثرثار البعيثة، وتمكنت من قتل 15 إرهابيا وتفكيك 70 عبوة ناسفة وتطهير 15 منزلا مفخخا. كما وجه الطيران العراقي ضربة جوية في منطقة البعيثة أسفرت عن تدمير مخبأ وقتل 4 إرهابيين، في حين استهدف الطيران العراقي عجلة محملة بالأسلحة تابعة لعناصر داعش وقتل 4 إرهابيين في المنطقة نفسها. بحث وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في أربيل اليوم مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني آخر التطورات الإقليمية، بالإضافة للجهود المبذولة لمحاربة عصابة داعش ومطالب واحتياجات قوات البشمركة من الأسلحة والمعدات. وأكد كارتر أن واشنطن مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية لتطوير قدراتها العسكرية بهدف استعادة المناطق والمدن من أيدي العصابة والحفاظ عليها. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أمس اقتراب تحرير مدينة الرمادي من سيطرة داعش، مشددا على أن الجيش والقوى الأمنية العراقية هما اللذان يتصديان لهذه العصابة الإرهابية رغم حاجتهما إلى التدريب والخبرة. وإلى اليمن، حيث وصلت طائرات التحالف العربي اليوم غاراتها على عدة مبانٍ في المجمع الحكومي الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثيين في مدينة البيضاء جنوب البلاد. كما نفذ طيران التحالف 44 غارة على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة، وقصف تجمعات الميليشيات في محيط قاعدة العند الجوية، ما أدى إلى مقتل نحو 29 من المتمردين بينهم القيادي الحوثي محمد المداني. كما دمر التحالف 4 منصات
لإطلاق صواريخ الكاتيوشا وجسر الحسيني الرابط بين عدن ولحج. هذا وأكدت مصادر صحفية مقتل العقيد ناصر الشحطري ابن أخت الرئيس اليمني المخلوع صالح على يد المقاومة الشعبية في مأرب. كما شن طيران التحالف غارات على مواقع ميليشيات الحوثي بمنطقة حوث في محافظة عمران. كذلك تقدمت المقاومة الشعبية على جبهات جنوب مديرية كريتر وألقت القبض على 72 عنصرا من الحوثيين. تأتي هذه التطورات العسكرية في جنوب اليمن بعد أيام من سيطرة قوات المقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي على مدينة عدن، أهم مدن الجنوب وثاني أكبر مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء. قتلت قوات الجيش المصري اليوم 8 مسلحين في مدن رفح والشيخ زويد والعريش بمحافظة شمال سيناء بحسب مصادر أمنية. وقال مصدر أمني أن قوات الجيش قتلت 5 مسلحين في مدينة رفح، فيما أفاد شهود عيان أن مسلحين مجهولين هاجموا حاجزي مربع القدود والحرية جنوب المدينة بواسطة قنابل الهاون والأسلحة الثقيلة. في سياق آخر قال الشهود إن مسلحين مجهولين استهدفوا منزلين تابعين لرجال شرطة جنوب العريش ودمروهما بالكامل. وقال المصدر الأمني إن الجيش بدأ حملة أمنية مكثفة صباح اليوم في الشيخ زويد مدعومة بغطاء جوي بمقاتلات F-16 أسفرت عن مقتل 3 مسلحين. من جانبها تبنى جماعة تابعة لعصابة داعش تعرف بولاية سيناء تدمير المنزلين في العريش، وذلك في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أهلا وسهلا بكم من جديد وعودة إلى الأخبار، حيث استمرت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين الكنسيين الرابع الذي انطلقت فعالياته في منطقة البحر الميت في 22 من شهر تموز الحالي. واشتمل المؤتمر على عدة موضوعات من شأنها الخروج بنتائج جديدة لقوانين الأحوال الشخصية المسيحية وأصول المحاكمات الكنسية، علاوة على تكوين رؤية موحدة للكنيسة الكاثوليكية تتعلق بالزواج وقضايا حضانة الأطفال في حالة وجود خلاف بين الأزواج ومواضيع تكوين الأسرة. جلسة اليوم دار محورها حول أصول الدعوة، كيف تقدم لائحة الدعوة شكلا ومضمونا، وعن كيفية تقديم البينات أثناء الدعاوي الكنسية. وكذلك هذا هو المؤتمر الرابع كما قلت سابقا، وفي المؤتمرات السابقة كانت النتائج جدا جيدة، ففي كل مؤتمر كان المحاميون يحاولون دائما التقدم والتعمق أكثر في القانون الكنسي. هدف المؤتمر، وإحنا من كل سنة طبعا نتعلم من ما يجري في المؤتمر ومنطور المؤتمر، هو نوع من تنشئة للمحامين اللي برافعوا أمام المحكمة تيكون شغل في المحكمة وفي القضايا المقدمة من قبلهم تشمل مصلحة يعني الموكل تبعهن كمان من الناحية المسيحية التي يتطلبها القانون، وهي طلب قانوني ولا يكون مجرد زبون بما في ذلك بسبب قدسية سر الزواج وأهميته في المحكمة الكنسية. تثير ظاهرة الإهمال الذي تعاني منه الأعلام الأردنية المرفوعة أعلى أسطح الدوائر الحكومية والبنايات استغراب واستياء المواطنين في محافظة الطفيلة. وقال بعض المواطنين هناك إن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة هو عدم متابعة الأعلام من قبل المسؤولين في تلك القطاعات. وأشار البعض إلى أنه لا يجوز رفع العلم الأردني إذا كان باليا أو ممزقا باعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أردني حسب المادة 11 من قانون الأعلام الأردني الصادر عام 2002. نطالب من كل مسؤولين الدوائر الحكومية تغيير الأعلام التالفي على سطح الدوائر، لأنهن الإعلام عز وفخر للدولة كلها. احنا بنتمنى من المسؤولين في محافظة طفيلة وفي جميع المحافظات انه بالنسبة للإعلام انه واجهة البلد انه لانه في بعض الإعلام تالفي في محافظة طفيلة خاصة على الدوائر الحكومية والمدارس وغيرها، وهذا مصدر عز وفخر، فخر لكل أردني العلم الأردني. ما يظل هيك، هي اللف على الدوائر المحافظة كلها بتلقاهم كلهم سود. بنتمنى ترتيب بشكل دوري.
أطلقت مؤسسة أرشدني بالتعاون مع نقابة المهندسين واللجنة الشبابية الخاصة مبادرة هندسة اختياري خلال فعاليات كرنفال وداعا توجيه أهل الجامعة في جاليري رأس العين. وشارك في المبادرة ما يزيد عن 800 متطوع ومتطوعة ساهموا في توعية خريجي الثانوية العامة بطبيعة التخصصات الجامعية وتزويدهم بقدر كاف من المعلومات وتعريفهم باحتياجات سوق العمل ومستقبله في السنوات المقبلة. هذا واشتمل المهرجان الذي حضر يومه الأول ما يقارب 3000 زائر على محطات ترفيهية وتعليمية للطلبة، علاوة على توفير الكرنفال فرصا للدراسة خارج المملكة بالتعاون مع بعض المؤسسات المتخصصة. هذا النشاط تشارك فيه نقابة المهندسين تشارك بتنظيمه سنويا، يهدف إلى تعريف الطلبة التوجيهي خريجين هذا العام وخريجين السنوات دائما بتعريفهم بتخصصات الهندسة المختلفة. نقابة المهندسين تهدف إلى توجيه الطلاب التوجيه الصحيح باختيار التخصص المناسب لميولهم. العديد من الطلاب يدخلون التخصصات بغير رغبة منهم، هذه المبادرة تتيح للطالب السؤال والاستفسار عن التخصص بحيث يشعر نفسيا بأنه يميل إلى هذا التخصص، يشعر نفسيا بأن هذا التخصص يلبي احتياجاته، يلبي طموحه العملي والوظيفي في قادم الأيام. مبادرة أنا خلال المستقبل في سنة الخامسة على التوالي وكرنفال وداعا توجيهي أهلا جامعة السادس، هدفنا نعرف طلبة الثانوية العامة والمدارس عموما بالتخصصات الجامعية. في هذا العام الكرنفال أضاف حلول لغير الناجحين في الثانوية العامة بالإضافة إلى الراغبين في الدراسة في الخارج. تعاني عائلة جلال أبو سنينة في مدينة الخليل بالضفة الغربية من فاقتي المرض والفقر وسط انعدام أي بصيص أمل لانتشال أفراد العائلة من مصائبهم إلا من رحمة الله ومساعدة أهل الخير. زينة صندوق رسمت لنا في تقريرها التالي أبرز الملامح المأساوية لحياة هذه العائلة. تهلك أنفاسه ويبخل عليه الأكسجين بجرعة هواء إذا فكر بأن يتحرك مسافة 10 أمتار، ومع ذلك يضطر تقشفا للذهاب والإياب من جبل جالس جنوب الخليل إلى المشفى الحكومي مشيا على الأقدام. جلال أبو سنينة عانى في وقت سابق من انتفاخ في قدمه، فاكتشف أن لديه فشل كلوي، أخطاء طبية بالجملة انقضت على جسده، أغلقت شرايين قلبه وسببت التهابا في كبده. مضاعفات وتداعيات جعلت من جلال طريح الفراش، صدأ جيبه ونخر الصدأ في مفاصله. بقدرش أشتغل من مرة، أنا حاولت أروح أشتغل يعني بس ما قدرت. لو قالوا لي الدكاترة لو 50% منقول لك اشتغل، سألوا لي ما بتقدر تشتغل، فيش أكل. أوقات ببقى معيش أجيب للطار ربطة خبز، باخد من الدكان وبقول له بسدك علي فوق 100,000 شيكل مية وكهرباء. يعني هذا أوقات تبقى تطلب مني، ببقى معيش، بتضايق نفسيتي جوا تتحطم، مقدرش، ببعد بقول له خلاص روحي بعدين بعطيك. معيش يعني من أقدر أروح أجيب، يعني أنا بدي أروح أطلب من واحد بستحي، بروحش، خلص بنخم وبسكت. لا تدري فخرية زوجة جلال من أين تتلقى ضربات الحياة القاسية، وسلاح مواجهتها مال لم تتلوث أيديهم بالفتات منه. تضحك غلا وهما وتنفجر كلاما مقهورا على مستقبلها وأولادها الثلاثة. هيثم ذو 14 عاما معيل الأسرة حاليا، يصطاد العصافير ويبيعهم فينعش حاجتهم ب100 شيكل لا تشتري أملا. بستنى رحمة العالم هي بشهر رمضان، وكيف حياة بتنعش على رحمة بصر؟ جاوبيني، كيف حياة بتنعش تحت رحمة بصر؟ تنزلي وبتنهاني وبتعيشي، وهذه مش حياة. الحياة بتنعاش عادي جدا يا زينة، بتقدري تعملي شاي، بتقدري تشتري كعكات، بتقدري لو دار سيلفي صحن طبخ، والله بتمشي، بس الحياة أكبر من هيك.
أكبر من أفكر بس إنه بس بلقمة الطبيخ، لا أكبر من هيك. أنا عندي الولد من الأول بدي أعلمه طب كيف ومنين، حتى كلام بالأحلام قديش مضغوطة أنا، قديش نفسي أشوف منى مبسوطة، قديش أنا مضغوطة. لما تعتزي حدا ابتليت الشكل وما تلاقيهمش، لا صعبة. فيش حل، فيش. قولي لي أنت شو الحل مشان أنا أما أكون يأسة كل هالياس. هموم المشاكل كثر والنقود عدم، معادلة ليست مشكلتها الجوع لفقر لقمة العيش اليوم وبعد غد، ولا بمأساة معيل عليل مرضت بعده وتهاوت أسرة فقد مال السند، وإنما ضيق الصدر على الهم الأكبر، على حمل يقع على أم وزوجة، على عجز واستمرارية عجز ونهاية حياة من دون حياة. من منطقة جبل جالس جنوب الخليل، زينة صندوق، رؤيا. يبدع الشاب الفلسطيني شحاد شلالد الذي يسكن في بلدة رام الله القديمة في صناعة آلة الكمان، حيث يقضي وقته في ورشة بسيطة تابعة لمعهد الكمنجات للموسيقى، يصنع فيها آلة الكمان ويصلح كافة الآلات الموسيقية الوترية. نبال فرساخ زارت شحاد وأعدت لنا التقرير التالي حول حرفته وموهبته. أنا شحادة شلال ده من البلدة القديمة في رام الله، صانع آلة الكمان وبصلح جميع الآلات الوترية. أنا بقوم بصناعة وصيانة آلة الكمان اللي أنا متخصص فيها، اللي درست فيها في بريطانيا. طبعاً آلة الكمان بتتكون من أربع آلات، اللي هي الكمانجة والفيولا والتشيلا والدبل بيس. من 2005 لل 2008 كنت أتعلم صيانة آلات موسيقية في المركز هون. بعدين من 2008 لل 2012 طلعت أدرس في الخارج. يعني المركز بدل ما يجيب أساتذة من الخارج، هسه صرت أنا أسلم صيانة الآلات وصناعة الآلات الموسيقية. صناعة الكمان في فلسطين نادرة في فلسطين. أنا بوفر الصيانة لآلة الكمان، مثلا آلة الكمان يعني أنا بصنع كمان مثلا صنع فلسطيني 100%. طبعا صناعة الكمان تقريبا تاخذ شهرين كامل، من مرحلة الرسم الكمان لمرحلة الإدهان. قالت جامعة برمنغهام البريطانية إنها أجرت تجربة علمية جديدة على مخطوطة للقرآن الكريم ربما تعود إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت الجامعة في بيان إن تقنية حديثة أثبتت قدم المخطوطة وصنفتها كواحدة من أقدم المخطوطات المعروفة من القرآن الكريم. مخطوطة قرآنية كانت جزءا من ممتلكات مكتبة جامعة برمنغهام البريطانية أذهلت العالم منذ أيام. الجديد حول هذا الموضوع أن الفحص الذي أجرته الجامعة على المخطوطة عبر تقنية الكربون المشع أثبت قدمها، وذلك بالتأكيد على أن من كتب هذه المخطوطة قد يكون من أصحاب النبي وعاصر عهده، أو كتب الآيات عليها في وقت لم يكن قد مر على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 13 سنة، أي في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بشكل خاص. الرقاقة مصنوعة من جلد الغنم أو الماعز، وخطت عليها آيات من سور قرآنية تتطابق مع القرآن الذي نقرأه اليوم، انسجاما مع قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. ما
ما يزال موعد إعلان نتائج الثانوية العامة غير واضح حتى الآن، وهذا ما يجعل الموضوع مادة دسمة للحديث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من المغردين على ذلك كانت ريما عربيات، قالت إن شاء الله يتم إعلان النتائج الأسبوع الحالي، لم يعد لدينا صبر أكثر. طبعا تتواصل التعليقات عبر المواقع، ومن هذه المجموعة اخترنا أيضا أمان الدقس التي كتبت قائلة: لا أعرف سبب كل هذه الضجة، ستعلن النتائج في وقتها المحدد. نختتم مع وليد خلف الذي كتب قائلا: سيتم إعلان النتائج في يوم غير الذي ستعلنه الوزارة، اتعودنا. إذن كانت هذه مجموعة من التعليقات التي أخذناها كرد فعل على تأخر موعد إعلان نتائج الثانوية العامة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الأردن يؤكد أنه صاحب مصالح وطنية عليا في تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. محكمة أمن الدولة تصدر حكمها في قضية حماس الاثنين المقبل. الجيش التركي يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة لعصابة داعش الإرهابية شمال سوريا لأول مرة. القوات العراقية تتقدم في محافظة الأنبار ومقتل عشرات من داعش. وفي ملف الأسبوع تناولنا ظاهرة التسول بين انتشارها الواسع وجهود مكافحتها.